حاجة عملت ديكشنري وحطيت فيه الكلمات والترجمة بتاعتها جنبها بالطريقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين عملت input علشان اخلي اليوزر يدخل الكلمة اللي هو عايز يترجمها. وبعدين كتبت if x equals equal white print color get white، لان انا لما اكتب print color get white هيطلع لي المعنى بتاع الوايت اللي هو انا كاتباه فوق اللي هو البلون. وبعدين اكمل بالاي ال اي اف بنفس الطريقه اللي عملت بيها الاف. وبعدين قلت إلس ان هو ما عملش اي حاجه من اللي انا قلتهم، فاقول له ان الكلمه دي مش في الديكشنري عندي. تعالوا كده نشوف الاوتبوت. قبل ما نعمل اي حاجة انا عايز اعرفكم حاجة معينة، ان هو المفروض ان احنا عندنا البروجكت بتاعنا هيكون فيه معادلات وكده. اول حاجة هنتكلم يونت مقسومة يونتس وريت وسيرتشارج، ماشي. اليونت لما يبقى 50 فالريت هيبقى 2.60، وسيرتشارج اللي هو الضريبة هيكون 25، ولو اليونتس 100 فالريت هيبقى 3.25 والسيرتشارج هيكون 35، ماشي. لو هو 200 فهيبقى الريت 5.26 والسيرتشارج هيكون 45 إلس، يعني هيبقى أكتر من كده، هيبقى الريت 8.45 والسيرتشارج هيكون 75. هعمل input هسميه units وهحط طبعا انت عشان ما لازم احطها integer. وبعدين هقول enter number of units you consumed اللي انت استهلكتها. وبعدين بقى هستعمل if condition، هقول if units اصغر من 50 هقول ان ال amount equals units by الريت اللي هو 2.60 هنا. بالنسبة للسيرتشارج هكتبها تحته ان هي equals 25 زي ما انا كتباها هنا او زي ما هي المفروض. هقول له ايه ال اي اف units اصغر او equal 100، فهو كده معناها ما هو الخمسين ليها ريت والمية ليها ريت تاني، والخمسين دول من ضمن المية. واحنا بقى هنعمل ايه؟ هنكتب amount equals 130. طب ايه 130 دي؟ 130 دي اللي هي 50 by 2.6 اللي هي units والريت، ماشي. بعد كده هعملها plus units minus 50 عشان ينقص 50 من المية دول. وبعدين هعملها by الريت اللي هو 2.3.25، وبعدين هقول ان الضريبة 35. بعد كده هقول ال اي اف units smaller than or equal 200، هقول ان الاماونت equals نفس الموضوع اللي عملناه في 100 بس هنزود عليه 162.5 اللي هي بتاعت ال 100. احنا نعمل بتاعت ال 50 وبتاعت ال 100، كل ما نحط حاجة كل ما نزود عليها اللي فات. وبعدين بقى هعمل نفس الموضوع بس units minus 100 بقى مش 50، لان هنا كانت 50 قبليها، يبقى عملناها by الrate بتاعها اللي هو 5.26. وبعدين عملنا surcharge اللي هو 45. else بقى المفروض ان هي تبقى اكتر من كده لان احنا عملنا كل اقل من كده. هنعمل else وبعدين بقى هزود عليه كل اللي فات. هكتب units minus 200 عشان اللي قبليها كانت 200، وبعدين هعملها by، وبعدين surcharge هقول ان هو equals 75.
هقوله ان التوتال ايكوالز الاماونت بلس سيرتشارج عشان يطلع لي التوتال بتاع كله. بعدين هقول print electricity bill ما بين quotations وبعدين فاصلة التوتال علشان يطلع لي التوتال بعد الجملة دي. اجي كده دوس run. هقوله انت number of units you consumed، هقول له مثلا 80، هيقول لي 262 point. طب لو قلت مثلا ان هي 230 هيبقى البيل 1147. اول حاجه هقول import date time علشان هو يجيب الوقت بنفسه يعني من غير ما انا اكتب له كود او كده. وبعدين هكتب now equals date time dot date time dot now وبعدين قوسين فاضيين. دي بقى عشان اجيب الوقت. انا لو كتبت print now هيجيب لي الوقت دلوقتي، اليوم والشهر والسنه والساعه والدقيقه والثانيه. ولو كتبت print now dot year هيجيب لي السنة بس، ونفس الكلام برضو في الباقي. لو كتبت print now dot month هيجيب لي شهر بس وهكذا. فلو جيت ادوس run هيطلع لي كلهم جنب بعض وكل حاجة لوحدها عشان انا عملت كله. وبعدين print وبعدين اللي هي خط وبعدين by 25 دي زينة بس. وبعدين لو احنا كتبنا print، انا هنا هكتب print اي حاجة، يعني انا هكتب مثلا a week ago was it. وبعدين لو عملت فاصلة وكتبت now minus date time dot time delta وبعدين ما بين قوسين week equals one، ده هيقول لي من اسبوع كان اليوم والساعة والثانية والدقيقة والثانية وكده. ولو وزي واللي بعدها زيها، لو كتبت 100 days ago was it وبعدين now minus date time time delta، انا بكتب days equals 100 او week equals مثلا 2. انا اللي بحدد له بالتايم دلتا دي. وبكتب هنا الجملة اللي انا عايزاها، يعني مش شرط اكتب 100 days بس، يعني عشان بس تبقى ماشية معاها. تالت واحدة عايزين بقى ان احنا نشوف بعد 100 يوم مش من قبل 100 يوم، فاكتب in 100 days from now is it وبعدين هكتب وبعدين هعمل فاصلة طبعا now المرة دي plus مش minus فاهم. date time dot time delta وبعدين days equals 100 كده هيعمل لي بعد 100 يوم. وبعدين اخر حاجة لو انا عندي meeting وعايز هكتب له date بتاعه، هقول له ان meeting equals ما بين قوسين طبعا date time dot time delta وبعدين ما بين قوسين التاريخ، وبكتب السنة وبعدين الشهر وبعدين اليوم. وانا هكتب meeting after وبعدين هعمل فاصلة meeting minus now علشان ينقصها من الوقت دلوقتي يقول لي باقي قد ايه بالظبط. تعال نشوف كده النتيجة. بيقول لي هنا اول حاجة اول حتة خالص بيقول لنا الحاجات اللي انا عملتها لما قلت له اعمل لي برنت اليوم والساعه والثانيه وكده، بعدين كل حاجه لوحدها زي ما انا قلت له بالظبط. وبعدين عمل زي ما انا قلت a week ago was it وكتب لي الديت بتاعه، ونفس الكلام هنا برضو زي ما احنا قلنا. وبعدين قال لي الميتنج بعد قد ايه، بعد بعد ماينس 15 يوم عشان اليوم ده عدى. ماشي وبس كده. اول حاجة هعمل variables، كل variable اسميه باسم الحاجة اللي انا ببيعها. يعني انا عملت مثلا اول حاجة oil equals
7 معناها ان الاويل عندي 7 جنيه، وهفضل اعمل كده مع كل الحاجات اللي انا ببيعها. وبعدين هقول ان التوتال ايكوال 0.0 عشان ابتدي ازود عليه الحاجات اللي هطلعها في الاوتبوت. بعد شويه هنعرف ازاي. وبعدين هكتب ان done equals false، وبعدين هعمل print، وبعدين 3 double quotation علشان اعرف اعمل الحاجات في السطور، كل حاجة في سطر لوحدها. وبعدين اعمل المينيو بتاعتي، وبعدين هقول while not done، not done ما بين قوسين طبعا، قلنا not done هنا كتبنا فوق false ف not done. هقول print total ده ما بين double quotations يعني عايزاها تبقى string. وبعدين عملنا فاصلة، وبعدين كتبنا total عشان هو يدينا التوتال اللي احنا عايزينه. اوكي، وبعدين بقى احط الانبوت اللي هو بتاع select a letter or done. هقول ان هو لو كتب A يبقى انا هقول هنا total plus equal oil، لان انا كاتبه فوق هنا oil اللي هي ايه هنا، في لو بصينا هنا في المينيو هنلاقي ان ايه هي الاويل، فهنكتب هنا اويل. يبقى التوتال ايكوال بلس ايكوال اويل عشان يزودوا على التوتال اللي فات، فهو هيزودوا على الزيرو هيبقى 7. وبعدين ايه لاي اف ايتم ايكوال ايكوال بي بصين فوق بعض طبعا. وبعدين هفضل اعمل نفس الكلام في الحروف كلها. وبعدين هقول ان هو لو كتب دن هعمل print للفاينل توتال، واكتب توتال، وبعدين اكتب done equal true كأن انا خلاص كده break، كأني بعمل break خلاص كده، ما يعملش ما يسألش بعديها لما اجي ادوس run هيقولي select letter or done، فانا اختار مثلا A وبعدين مثلا G، طلعلي 37 لان A هنا oil ب7 وهنا G mango ب30، طلعلي 37. هكتب هنا done، يطلع لي فاينل توتال 37. اول حاجه هعمل 3 انبوتس. اول واحد اساله عن رقم الاكونت بتاعه، وتاني انبوت هساله على اسم الاكونت، وتالت واحد هقول له انت معاك كام، هساله يعني انت معاك كام رصيدك كام في البنك. ماشي. طبعا انا حطيت لكل واحده، يعني حطيت البنك اكونت مفروض ان هو رقم فكتبت انت، وبعدين الاسم فالمفروض ان هو string فكتبت string قبل الانبوت، وبعدين هنا المفروض ان هو يبقى رقم فكتبت انت. ده معناه ان لو كتب حاجة تانية غير انت او string على حسب انا كاتبه ايه، لو كتب غيرها هيقول لي error في الاوتبوت يعني. وبعدين دي ممكن اكتبها ممكن لا، عملت print hello وبعدين الاكونت مع حسب ما هو يكتب ايه هكتب له هلو وبعدين اسم الاكونت اللي هو هيحط كنوع من انواع الترحيب يعني. وبعدين حطيت ch equals quotations فاضية، هنشوف ليه دلوقتي. هنكتب النمبر equals 0، وبعدين هنكتب while ان ch، بصوا دي بقى ان علامة التعجب، وبعدين equal معناها not equal، فانا قلت لو CH اللي احنا بناخده دي not equal 3 احنا هنخلي هنا الارقام او الحاجات اللي هو هيكتبها المفروض ان هي تبقى string، بقى الارقام تبقى string، عشان كده حطينا quotations هنا. كتبت هنا بقى ان while CH not equal 3، لان انا هحطله هنا ايه print ان T equals menu، بعدين print account holder details، وبعدين print add money، وبعدين print exit، وبعدين print select your option from 1 to 3. هقول له بقى ch equals input
انت يور تشويز عشان هو يختار 1 او 2 او 3. انا كاتبه له هنا في البرنت ان هو لو اختار 1 معناها اكونت هولدر ديتيلز. فانا هقول له هنا اف سي اتش ايكوال 1 عشان اعرف يعني البرنامج لو اختار 1 هيقول له ايه. فهو المفروض ان هو هيقول له تفاصيل الاكونت بتاعه. هو قال بيقول له بقى بنك اكونت وبعدين فاصله بنك اكونت بره كوتيشنز علشان يعرفوا بنك اكونت او الرقم يعني كام. ونفس الموضوع في الباب ماشي. وبعدين كتبت برينت اكونت ديبوزيت وبعدين اكونت ديبوزيت بلس اد يعني كتبت ELIFTH equal 2 and the number equals in input enter the account number علشان يعني هو يسأله رقم الاكونت كام عشان يتأكد ان هو صاحب الاكونت. وبعدين هقول له add equal input enter number of money you want to add عشان اشوف هو عايز يزود قد ايه في الاكونت. وبعدين بقى هقول له بقى الابديت او يعني الديتيلز الجديده بتاعت الاكونت. هقول ان البنك اكونت يبقى بنك اكونت كده. عملت هنا ديبوزيت ايكوال او سوري عملت برنت يور بالانس وبعدين فاصله اكونت ديبوزيت بلس اد عشان يبقى يزود الاد اللي هي انا كاتباها هنا انتر نمبر اوف وان يو وانت تو اد. هو اكيد هيكتب لي رقم الرقم ده بقى ازوده على الاكونت ديبوزيت اللي هو كان حاطته لي في الاول علشان بعد كده يقول لي ان هو عشان بعد كده يقول ان هو عنده مثلا هو مع 1500 وبعدين حطه في 500 فقولوش بعد كده مع 1500 لا قول مع ان هو 2000 انه مع 2000 وبعدين قول ELIF CH equal equal see دي هنا معناها exit ماشي. بقول له then thank you for choosing our bank لانه كده خلاص خلص هو مش عايز حاجة خلاص هو عايز يخرج. فقول له thank you for choosing our bank وبعدين اكتب break عشان ايه يقفل خلاص ما يسألوش تاني. وبعدين هو لو اختار حاجة تانية بقى غير كل ده فاكتب له invalid choice please try again. تعالوا ندوس كده run هيقول لي enter your account number وهقول له مثلا 123 وبعدين enter your account name وهقول له مثلا جنة وبعدين انت الكاونت ديبوزيت هقول مثلا انا معايا 1500 جنيه. هيقول لي ويلكم تو مانجمنت سيستم زي ما انا كنت عامله برنت قال لي مين منيو نمبر 1 اكونت هولدر ديتيلز ولا اد ماني ولا اكزيت اختار مثلا اد ماني فقال لي انت الاكونت نمبر هقول 123 المفروض ان هو زي اللي فوق عشان يتاكد ان انت صاحب الاكونت. وبعدين يقول لي انت النمبر اوف ماني وانت تو اد هقول له مثلا 500 هيقول لي your account details after update bank account 123 account name جنة your balance 2000 هقول له مثلا بعد كده 1 فيقول لي بعد كده ايه انا عايز الاكونت ديتيلز فيقول لي 123 وبعدين جنة وبعدين 2000 ما كتبش 1500 ليه عشان انا كنت كاتبه هنا في if ch equal equal 1 قلت له تالت واحده print account deposit يبقى account deposit plus add عشان بعد كده يبقى يزود لي اللي انا زودته فاهمين. انا بس كده.